للمزيد من المتابعة حول أهم القرارات التي صدرت اليوم من مجلس الوزراء ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بحضرتك، في البداية قراءتك لهذه القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة خاصة فيما يتعلق برفع سعر التوريد لأردب القمح والتي جاءت بناء على توجيهات الرئاسية. وطبعا خطوة مهمة جدا والتوقيت مهم جدا، لأنه في الوقت الراهن مع الأزمة مع دعم الفلاحين مهم جدا. الدولة يعني بتبذل جهد كبير جدا والرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الوقت بيساند الفلاحين في أكثر من اتجاه، سواء برفع أسعار توريدات المنتجات الزراعية أو في دعم الفلاح بشكل أو بآخر. هذه القرارات مهمة لأن نسبة يعني جيدة جدا، انه تقريبا 25% زياده على السعر اللي كان موجود، وده تعويض للفلاحين عن التداعيات اللي كانت موجوده، ودعم واضح للفلاح ودعم القطاعات الانتاجيه وزياده التوريد. واحنا عارفين انه دوله خلال الازمه العالميه يعني اعتقد نجحت بدرجه كبيره في انها تواجه هذه الازمه في المنتجات الغذائيه في الوقت العالم كله بيواجه مشكلات، فعاوز يعني كان في توشكا وكان في مستقبل مصر وكان في مشروعات مختلفه. صحيح. وطبعا الفلاحين بيعتبروا الجزء الرئيسي المنتج الرئيسي للسلع الغذائيه وبالذات القمح وغيره، فرفع التوريد مهم جدا في هذا التوقيت من السنه وفي توقيت الازمه العالميه لانه بيدعم الفلاحين بشكل كبير. نعم. أيضا أستاذ أكرم، ماذا عن رسائل الطمأنة للمواطن المصري بشأن انتهاء أزمة تكدس البضائع في الموانئ، وأيضا سعي الدولة المتواصل لتقليل الفجوة الدولارية وتأثير ذلك على الأسعار في الأسواق خلال الفترة القادمة؟ كمان الحقيقة يعني ده جزء مهم، لأنه احنا عارفين أنه بيان البنك المركزي منذ يومين أكد فكرة أنه تقريبا 6 مليار دولار تم دفعها لسلع كانت موجودة او 8 مليار، وانه ده مستمر بشكل كبير. رئيس الوزراء النهارده اكد ده، واكد كمان ارتفاع الصادرات المصريه سواء الزراعيه او الصناعيه بشكل 56 مليار، وده رقم يعتبر زياده بنسبه كبيره عن السنوات اللي فاتت. كل ده الحقيقه بيصب في اتجاه انه تقليل تاثيرات الازمه، وحتى نهايه هذه الحرب اعتقد انه سيكون هناك خطوات مختلفة لدعم الفئات الأولى بالرعاية ودعم الفئات تستحق اللي هي بتساهم في الإنتاج بشكل كبير. نعم. فتحرير السرع وخروجها من المواني ومن المناطق المختلفة أعتقد أنه ده خفف بدرجة كبيرة، وتوفير العملات الصعبة ساهم بدرجة كبيرة في امتصاص تأثيرات أزمة العملة والدولار، وبيقلل بدرجة كبيرة ازدواجية العملة، لأن توفيرها للبضائع السوداء ومع مطارده السوق السوداء وقفلها اعتقد ان ده هيبقى مهم جدا في هذه المرحله. فالحقيقه انه تصريحات رئيس الوزراء عن الافراج عن بضائع ب 4.8 دولار مليار دولار وزياده التوريدات وزياده الصادرات جزء مهم جدا من قرب تخطي هذه الازمه والخروج منها بشكل كبير، والعوده الى دعم القطاعات الانتاجيه بشكل كبير. ودعم القطاعات الانتاجيه الحقيقه بيساهم اولا في توفير المنتجات المحليه، وجزء كبير جدا من البضائع اللي تم اطلاقها مستلزمات انتاج لصناعات او منتجات مختلفه. نعم، في هذا الإطار أيضا، في إطار ما ذكرته أستاذ أكرم تحديدا، أريد أن أتوقف عند هذه النقطة، وهي أنه مجلس الوزراء بالفعل أقر المبادرة الجديدة المتعلقة بدعم يعني القطاعين تحديدا الزراعي والصناعي. أيضا رأيك في هذه المبادرة الجديدة التي تدعم هذين القطاعين الغاية في الأهمية، تحديدا أنه هذه المبادرة بتستهدف تخفيض سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطاعين الصناعي والزراعي. ده مهم جدا، واعتقد انه هذه السنه 23 ستشهد دعم كبير جدا للقطاعات الانتاجيه. اولا الزراعه منذ سنوات سواء مشروع المليون ونص فدان او مشروعات دعم الفلاحين، هذه المبادره مهمه سواء في القروض او في المعاونات اللي بتقدم بفوائد منخفضه، هتساهم بدرجه كبيره اولا في توفير السلع، ثانيا في السيطره على اسعارها ووصول لاسعار عادله بدرجه كبيره في هذا السياق. جزء مهم جدا مبادره دعم الصناعه والزراعه بدايه من الاسبوع المقبل،
ستكون مهمة، وزي ما أنا أشرت إنه 2023 تركيز على الصناعة بجانب الزراعة ستكون مهمة، وطول الوقت الحقيقة سواء الخبراء أو أي حد كان بيتكلم في الأزمة بيتكلم على إنه أهمية أن يكون هناك دعم شديد لهذه القطاعات اللي بتوفر منتج محلي وبتوفر بدائل للمنتجات المستوردة، وبالتالي بتعمل فوائد مضاعفة، من ناحية بتوفر فرص عمل وبتوفر دخل، والناحية الأخرى بتقلل من خطورة الاستيراد. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.